طب في وسائل للقصة دي؟ ركزوا معايا بقى، عشان في وسائل كتيرة لموضوع الخداع النفسي أو التأثير السلبي ده. أول حاجة كانوا بيسموها الدعم الإيجابي، بس إيه؟ تعسفي. إيه ده؟ كلام عكس عكاسه. اسمعوا معايا. يعني إيه؟ يعني يفضل يدعمك ويشكر فيك ويقف بجنبك طريقة إيجابية رهيبة. حلو، طب ما ده شيء جيد. بس بطريقة مكثفة قوي ومتواصلة قوي والفترة كبيرة معينة مثلا، وبعدين مرة واحدة بس خلاص ينقطع أو يبطل. فإيه اللي حصل؟ ما أنت كنت بتقول لي وبتدعمني وواقف جنبي وكذا، إيه اللي حصل؟ تحس أنت بالحرمان، فيحصل إيه؟ هتضطر إنك ترجع له وتعمل أي حاجة. خلوا بالكم من نقطة أي حاجة دي، عشان إيه؟ علشان بس هو يرجع تاني، أي حاجة هو عاوزها مش اللي أنت عايزها، عشان يرجع معاك زي الأول تاني، يدعمك بقى ويحفزك ويبقى كيوت معاك زي الأول ويكون جنبك زي الأول. أنا هنا بحذرك، بحذر كل حد ممكن يقع في الفخ ده. طيب ما تعملوش كده. طب إزاي؟ اسمعوا معايا. أولاً ما فيش حد ما بيحتاجش دعم على فكرة. أنت ممكن تحتاج الدعم والشكر إمتى؟ واسأل نفسك السؤال ده، أنا إمتى بحتاج الدعم والشكر من الآخرين؟ اسأل نفسك ضروري السؤال ده. أنا ممكن أحتاج دعم، كلنا على فكرة. نفسيتي واقعة، يعني ما احناش على طول في كيرف عالي يعني، نفسية واقعة. أو أحتاج لكلمة طيبة مثلا، خصوصا لو من الشريك مثلا، يعني ومن لم يشكر الناس يشكر الله سبحانه، يعني بتحتاج دعم من شريك حياتك. خصوصا النساء بتحتاج الكلام ده، ده مفتاحها أصلا. طبطبة والدعم والكلمة الطيبة تديك عينيها. وكمان مين بيحتاج الدعم ودايما إنك يبقى حد جنبك دايما دايما يحفزك ويدعمك؟ الشخص اللي قليل الثقة في نفسه، محتاج دايما الآخرين يدعموا. ركزوا معايا عشان الحلقة دي مهمة جدا على فكرة. تلاقي الزوجة تقول لي اتغير عليا، كان بيحبني وبطل، ما بقاش زي الأول، في حاجة غلط أنا عملتها، وتفضل بس لو كان زوجة صادقة، صادقة في توصيفها، مش مأفورة ولا مهيبرة والراجل زي الفل وهي مطلعاه بدنجان، لا تكون هي مأفورة في مش مأفورة وبتقول صح باتزان. وتبتدي بقى انت بطلت ليه؟ تحايل في زوجها وتسترضيه، ده دي الناس السوية، عشان الناس السوية دي قليلة دلوقتي، وتسترضيه وتقيد صوابعها العشرة عشان يرضى وعشان يبقى كويس، وهو تقلان وعاوزها في وضع المحايلة دايما. ها؟ على فكرة يعني في حالات والحالات دي موجودة، يعني من الرجال الشخص ده مريض، مش 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 ده ده مش مش سوي نفسيا، أو العكس، أو العكس ممكن تكون هي اللي بتعمل كده. طيب إيه الحل؟ تفضل تحاول مرة وفترة ومرة ومرة لحد ما إيه؟ لما تيجي البنت، أو خصوصا بتكلم على الستات، لو تيجي المرأة تفوق من حاجة زي كده، من حالة المحايلة، خلاص بتسيبه وبتنهي الزواج، تقول لك وتطلع خسرانه، تقول لك انا خسرانه في الجواز ولا يهمني. ليه سابته؟ سابته بكل طاقتها، بكل ليه؟ لان هو استنفذ كل حاجه، مش عارفه اتغير ليه. وهو ليه كده؟ هو عاجبه الاسلوب ده، عاجبه ان هي دايما في وضع المحايله. ده غلط. طيب الاسلوب الثاني للخداع في الكلام او في التاثير السلبي على الاخرين او على شريك حياتك، عارفين اللي بيقول لك إيه؟ ان انا اديك يعني زي صواريخ حب كده، حب بطريقه رهيبه، انا بحبك، انت افضل حد في الدنيا، وهي انت افضل حد انا شفته في حياتي كده، ويفضل يقول كده سواء الشريك او التاني، يفضل يقول كده انت افضل حد، انا ما شفتش حد زيك، يعلن انه بيحبه بجد، وبعدين يأفور في الكلام ده، ما اقدرش اعيش من غيرك، ويفضل ده من ضمن الكلام، انت افضل حد شفته، انا بحبك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، دي الكلمات اللي بيقولها. ويقول ان ما فيش حد زيك اصلا، بعد فتره ايه اللي بيحصل؟ يختفي. يتلاشى، او ما يردش عليك، يقول لك الراجل بيختفي او بيذوب في حالتين، اول حاله لما تيجي تقول له انا بحبك فيذوب بقى من العشق والكلام، طب تاني حاله بيذوب فيها لما تيجي تقول له تعالى اخطبني فيذوب مثل فص الملح ولا يرى، يتلاشى يمشي او يخون. ويبتدي ايه بقى علشان يقلب الترابيزه؟ ينتقد نقد 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 مستمر. ده سببه ايه؟ انك اديت الثقه لحد ما يستحقش. ده من ضمن التاثير السلبي، يديك جرعه حب عاليه جدا جدا وبعدين ايه السبب؟ من غير اي سبب، من غير اي سبب،
عايز يأثر عليك بأي شيء، ترضى بأي وضع بأي حاجة ويقبلها. المهم هو ده أسلوب من أساليب الخداع، من التأثير السلبي المخادع. الأسلوب الثالث في التأثير السلبي هو إيه؟ التعزيز السلبي. الكلمتين عكس بعض. بصوا، يجبرك إنك تعطيه اللي هو عاوزه. إزاي؟ يعزز إنه بيحبك وبعدين يعاملك وحش، ويعاملك وحش عشان تسيب سلوك معين مثلا، أو طريقة معينة أنت وحشة هو مش عايز كده، أو ممكن تكون طريقة صح بس هي مش عاجباه، فيعمل ايه؟ فلما تترك الامر اللي هو مش عاجبه ده يصالحك بقى ويعاملك حلو ويفضل يحب فيك. ممكن يكون ده اسلوب حلو لو انت بتترك المعاملات الغلط. لا انا مش انت بتعمل غلط فانا هعمل، لكن لا ده انت او انك بتعمل حاجه سلبيه مثلا، لكن يضغط عليك عشان تسيب حاجه ايجابيه او فرض تعامل او صله رحم، لكن هو مش عاجبه. صلة رحم واجبة عليك، لكن هي مش عاجبها انك بتروح لامه، مش عاجبها انك بتبر في الارحام، مش عاجبها كذا، فيعمل ايه؟ فيضغط عليك ويخصمك. مش هروح، انا عيانه، انا ما تروحش لاهلك، انا عيانه، انا مش عارفه فين، او تخصمك، فتضطر انك تستجيب. لما تستجيب للامر ده خلاص ترضى بقى عنك بقى وعاملك زي الفل. ده غلط، مش صح، ده اسلوب وحش جدا من التاثير السلبي، سواء عند الزوج او الزوجه. انا خلينا حياديين. الأسلوب الرابع للخداع والتأثير السلبي إنه يقول لك حاجة تضايقك فيستفزك، عارفين كده الحقنة. يفضل يستفزك في الكلام والأفعال عشان يقنعك عكس اللي حصل. ده إيه ده؟ يقول لك عارف، عامل سحابة كلام مخادع، هوجة كلام كده، ويستفزك بيها عشان يبعدك عن الفكرة اللي أنت شفتها غلط ولسه هتواجهه. لا أنت هتواجهني، مش هتواجهني، أقوم جاي قلب الترابيزة عليك. واحد مثلا خان، فيقوم جاي لها بيقول لا 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 خانت ايه، ويشككها، ده انت اللي شككه وغيره، وانت اللي وحشه، وانت اللي بتعملي، وانت كذا، وانت كذا، وانا مبرر كل شيء، ويشتت تركيزها اصلا عن الفعل الغلط الاصلي. يقلب الترابيزه بايه؟ بسحابه كلام هوجه كده، خداع. بدل ما نعالج الموضوع الغلط اصلا، يعني في موضوع غلط حاصل بدل ما نعالجه، لا خلاص. خامس اسلوب للخداع انه للاسف الشخص ده بيستخدم مشاعرك السلبية أو نقاط الضعف اللي عندك ويحاربك بيها. روحي دوري على شكلك، روحي دوري شوفي وزنك، تبقيتي قد الفيل، انت بقيتي مش عارفة ايه، ويستخدم المشاعر الفياض. واحدة مثلا بكاء مثلا، بكاء ده انت عيلة وعيوطة وعياطة وطفلة صغيرة، وانا بتعامل مع ايه وانا كذا، فيستخدم نقاط الضعف اللي عندك ضدك. او انه يستخدم المشاعر السلبية اللي عندك، انت تقصد بتعمل كذا، فانت خلاص. في سادس اسلوب للخداع انه تلعب بعقلك، يوريك الحاجه الغلط صح. انا مره حضرت مشكله عجيبه جدا ما بين اتنين، زوجه كويسه ومش مش مش شايفين عليها اي غلط كان يعني، والزوج جاي بيقول حاجات قاتله جدا جدا في 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 كلامها او كلامه معاها او الكلام ده، يعني بيقول حاجات مش صح يعني. طب يا جماعه نحطكم قدام بعض وانت قول هو ده حصل وده حصل. لما الزوجه قعدت قدام زوجها قالت انت ما بتقولش كلام، خليني بس اشرح لكم شويه. لما الزوجه قعدت قدام زوجها قالت له لا انت فاهم الكلام ده غلط، وانت بتفسر الموضوع انت مش صح. قال لها لا انت عملتي فدرجه صدقت انا عملت كده فعلا. والراجل وثق، قاعد بثقه تامه جدا. لدرجه بتقول لي انها شكت في صلاتها اصلا، الصلاة دي صحيحة ولا لا؟ هو أنا بقرأ قرآن طالما زوجي مش راضي، وتقول لك رحت للشيخ الفلاني وقلت له يا عم الشيخ كذا كذا كذا، ورحت الأزهر في مشاق في الأزهر تسأل، والراجل شككها في نفسها وإسلامها وعلاقتها بربنا، لدرجة قالت لا أنا خلاص، وبدأت تبعد تلحد بقى تسيب الدين. قلت له أنت 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 ليه بتعمل كده؟ قال لي لا ما هو، قلت له مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك أصلا؟ مين عطاك الحق في انك تحكم هي دي صالحه ولا داخله نار ولا داخله جنه؟ يا دي بتاعتك انت، عليك تقول مثلا امر معين هي بتسمع وتعرف الامور اللي كذا، والامور التانية بتناقش. ليه بتاخد المناقشه كانها حرب وكانها عدم تقضي؟ بتناقش، ممكن يكون اسلوب المناقشه غلط، انا معاك، لكن ليه افسر النقاش كانه هجوم وكانها حرب وكانها ست عاصيه وداخله؟ ليه بنحطهم في الخانه دي والزاويه دي؟ ولو ما عملتيش انت داخله نار، ولو ما عملتيش انت مش عارفه ايه، ولو ما عملتيش انت ايه؟ ليه يا جماعه بندخلهم في الحاجات دي؟ وتبقى سبب لقهره واحده تخش تعالى تقول لك باخد ثلاث حبوب للاكتئاب. ليه؟ ليه؟ التلاعب بالعقل
ممكن يوصلها الإلحاد على فكرة، ودي حالة حقيقية موجودة، أنا بقول لكم عن واقع خبرة حقيقية أنا حضرتها. وبعدين ممكن يكون مش قصده على فكرة، وده في معظم يعني معظم الست نقاط اللي انا قلتها ممكن يكون الشريك سواء راجل او ست مش منتبه انه بيعمل حاجه زي كده. طبيعته، شافت الناس بتعمل كده، ايه شاف في مسلسلاته بيحكيها، ايه شاف اهله محاكاه وراس ايا كان هو بيقلد وخلاص. ان وجدنا ابانا خلاص، وانت احنا بنعمل كده ده موجود يعني. زي واحد كده ماشي على 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 امر من الامور، من ضمن الحاجات يعني العجيبه جدا جدا يعني، يقول لك يعني مش لما تغلط اضربها. هتهولي بمزك. مين اللي قال لك كده يا ابني؟ لا تعرفها غلط تضربها وتعمل لها عاهه، ولا حتى لو مش عاهه انت اللمسه كده عند الست بتحمرها وتخدرها وتزرق يعني ايه اللي. ومين قال اصلا ان النقاش بالضرب؟ يعني مين علمك كده؟ الشيء ان وجدنا. فساعات الناس بتعمل الحاجات دي وخصوصا تلاعب العقول ده بيبقى مش واخد باله او مش قصده ان هو يخادع اللي قدامه او يأثر او يوصلهم لحاله مرضيه، لكن غلط مش صح.